أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ندوة اليوم ذكرى 70 للثورة التحريرية، أمجاد التاريخ وأسئلة الحاضر. تعود ذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية وتعود معها أمجاد التاريخ والبطولات والشهداء الذين ضحوا من أجل استقلال الجزائر رحمة الله عليهم، وتعود أسئلة الحاضر أو تفرض أسئلة الحاضر نفسها في النقاش فيما تسمى بالجزائر الجديدة. في ذلك اليوم بندائها التاريخي إلى الشعب الجزائري، أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا، نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، إن هدفنا وتحقيق الاستقلال في إطار الشمال الإفريقي، ورغبتنا هي أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها وبعض محترفي السياسة الانتهازية. نحن نعتبر أن الحركة الوطنية بعد مراحل من الكفاح قد أدركت مرحلة الإنجاز النهائية، فإذا كان هدف أي حركة ثورية وخلق الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية ملتف حول قضية الاستقلال والعمل. إن أحداث المغرب وتونس تمثل عمق مراحل الكفاح التحريري في المغرب العربي. إن أهدافنا الأساسية هي الاستقلال الوطني بواسطة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ضمن إطار المبادئ الإسلامية لتحقيق الوحدة الشمال إفريقية في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. إننا مصممون على مواصلة المعركة وواثقون من عواطفكم المعادية للاستعمار. إننا وهبنا أفضل ما عندنا للوطن وهي حياتنا. معنا في النقاش من باتنا من الأوراس دكتور العربي فرحاتي الأكاديمي، بيان ما زال صداه يتردد أستاذ العربي فرحاتي بعد مرور 70 عاما عن هذا البيان وعن اندلاع هذه الثورة العظيمة التي ما زال التاريخ يذكرها وما زالت بصماتها ملموسة مهما كانت أسئلة الحاضر فيما تسمى في الجزائر الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أخي الكريم على هذه الاستضافة، وأشكر كل متتبعي هذه الندوة، وبداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، شهداء أول نوفمبر، وهو لحظة تاريخية واعية كتب فيها الشعب الجزائري السطر الأول كما يقال في كتاب التحرير. كما نترحم على أرواح شهداء غزة الذين كتبوهم الآخرون سطر الحرية للشعب الفلسطيني في هذا الطوفان، طوفاني الأقصى. ونبارك لكل معتقلي الرأي الذين أطلق سراحهم في بهذه المناسبة، ونتمنى أن يمن الله سبحانه عز وجل على المتبقين بالحرية. وأما عن سؤالكم فبيان نوفمبر كما قلت هو تسجيل للحظة التاريخية الواعية التي كتب فيها الشعب الجزائري السطر الأول،
وقد هذا وكان هذا السطر هذا قد غير فعلا مجرى التاريخ، تاريخ حرية الشعب الجزائري، وقد ضحى الشعب الجزائري قبل ذلك بعدة ثورات جزئية، وكان التتويج في هذا البيان وبهذا الإعلان عن الثورة. وأعتبر أن هذا البيان من أرقى البيانات إلى حد الآن من حيث المحتوى السياسي، المحتوى العسكري، المحتوى الثقافي، محتوى الوحدة، وحدة الشمال الأفريقي، حيث رسم هذا البيان، رسم بكل وضوح هدف الذين رفعوا السلاح ولن يتركوا السلاح إلا بتحقيق الاستقلال الوطني، ثم بناء الدولة الوطنية الحرة، ثم بناء مغرب الشعوب أو الشمال الأفريقي، في إطار الشمال الأفريقي، والدولة التي أسسها نوفمبر هي الدولة الشعبية الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. وبيان نوفمبر استجاب له الشعب الجزائري كله، والتحم المجاهدين بالشعب الجزائري بكل فئاته، بالفلاحين، بالعمال، بالمثقفين، التحم مع هؤلاء المجاهدين الذين رفعوا السلاح، ولذلك ولأنجزوا في المرحلة الأولى الاستقلال. ولكن الهدفين الأخيرين هما بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية ما زال ينتظر التحقق، وما زال الشعب الجزائري يكافح ويناضل من أجل هذا الهدف الكبير الذي أقره بيان نوفمبر، وكذلك مغرب الشعوب أو الشمال الأفريقي في إطار الوحدة الشمال الأفريقي ما زال ينتظر الإنجاز، ولا ينجزه فيما أعتقد إلا بتضافر الشعوب مع بعضها البعض، وإنجاز هذين الهدفين المتبقيين، هدف بناء الدولة في إطار المبادئ الإسلامية والديمقراطية الاجتماعية، وهدف مغرب الشعوب. وهذا ما نأمل، هذا ما تأسس في مخيال الشعب الجزائري منذ الثورة، وحاول في كل مرة أن يثير هذه القضية كما أثارها في 5 أكتوبر، ثم بعد ذلك في التسعينيات، ثم بعد ذلك في 19 فبراير 22 فبراير 19 الحراك الشعبي. وبالتالي الشعب الجزائري ما زال يناضل من أجل هذين الهدفين إن شاء الله، وهما لا يتم الاستقلال الكامل للمنطقة المغاربية أو للشعب الجزائري وحده إلا بهذين الهدفين، تحقيق هذين الهدفين. طيب، وطبعا من أهداف ثورة نوفمبر المعلنة، وهو الهدف الثاني بعد تحقيق دولة نوفمبر، الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، واحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني. يعني ما رأيك في ذلك السياق التاريخي، أن يبرز هذا كهدف ثاني بعد تحقيق الدولة الجزائرية؟ قلت في البداية أنه والله إنه بيان راقي جدا من حيث الوعي، وفي ذلك الزمن، وفي ذلك كيف أن الشعب الجزائري يعاني معاناة كبيرة من الاستعمار الغاشم طيلة 130 سنة، ومع ذلك تفطن هذه النخبة التي كتبت نوفمبر والتي سطرت نوفمبر، تفطن إلى قضية الحريات الأساسية للمجتمع الجزائري، لأن الدولة لا يمكن أن تبنى بدون الحريات الأساسية. وبالتالي فتفطن هذا البيان إلى تثبيت هذا المبدأ
الراقي جدا، الراقي في العالم جدا، وهي الحريات، ثبته في نوفمبر لكي يكون معلما كبيرا في بناء الدولة الوطنية. ولا يمكن للدولة الوطنية أن تبنى إلا بالحريات. ما معنى الحريات؟ وهو أننا نعترف ببعضنا البعض، كما ضحينا في وقت الثورة مع بعضنا البعض، فكذلك يجب علينا أن نعترف ببعضنا البعض، نعترف بتنوعنا الثقافي وبتنوعنا اللغوي وبتنوعنا الأيديولوجي، ونحترم بعضنا بعضا، ويكون التداول على السلطة في ضوء هذه الحريات وفي ضوء هذا تكافؤ الفرص بين جميع المجتمع الجزائري وأعضاء المجتمع الجزائري. وبالتالي فكان هذا مبدأ أساسي من مبادئ الدولة الوطنية المعاصرة والحديثة في العالم، ولذلك ثبته بيان نوفمبر، وهو تثبيت راقي جدا لهذا الأساس، أساس الحريات. لأن لا يمكن لأي فرد مكبل في العقل ومكبل اليدين، ولا يمكن لشعب غير حر أن ينجز شيئا أو ينجز نهضة أو ينجز بناء وطن أو ينجز، لا يمكن له ذلك. وما قد يكون ما يمكن أن يبنيه، قد يبني سلطة، قد يبني مؤسسات، قد يبني كذا، ولكن لا تتطور هذه المؤسسات، تبقى دائما تأكل بعضها بعضا وتتراوح في مكانها. وهذا هو شأننا، أن المؤسسات التي نبنيها كلها هي فقط من أجل الوجود، من أجل بعض السيادة، ومن أجل التراوح في المكان، ولم نتقدم إلى الأمام إلى يومنا هذا، خاصة في بناء الحريات الفردية والجماعية. بالمناسبة، كان هذه المرة كان هناك عفو شامل، هذه المرة في نوفمبر كما كنت تشير، عدد من معتقلي الرأي، وإن كان هناك الخطاب الرسمي ينفي وجود معتقلي الرأي، البيان الذي جاء بالعفو الرئاسي كيف قضاياهم على أساس الإخلال بالنظام العام، معتقلوا رأي معروفون إحسان القاضي، يتقدمهم أكبرهم سنا أكثر من 65 سنة، محمد قاسمي في أضرار أقدم معتقل من معتقلي الحراك أكثر من 4 سنوات وهو في السجن، إلى جانب آخرين تجديد وناشطين آخرين كثيرون طبعا ثمنوا هذه الخطوة، خطوة في الاتجاه صحيح، وإن يتمنوا أن تتلوها خطوات أخرى لتشمل معتقلي الرأي الآخرين وأيضا سجناء التسعينات. هل هي خطوة في هذا الاتجاه في رأيك، ويمكن بالعكس أن تطوي صفحات وتفتح صفحات جديدة؟ والله هي كما قلت، أنني أبارك ونبارك هذه الخطوة، إطلاق سراح السجين. لا أحد نتمنى كل المساجين أن يطلق سراحهم، وأن يرفع هذا الحظر على المفكرين وعلى كل الأحرار وعلى كل المناضلين، وأن تكون الكلمة حرة، ولا يجب أن يكون أبدا عندنا مساجين للرأي. هذا شيء جميل، وهذا خطوة في اتجاه الإيجابي، ولكن دعني أقارن هذه الخطوة يا أستاذ مع خطوة التي كان قد مررنا بها عقب 5 أكتوبر، وقد مر علينا على 5 أكتوبر تقريبا 30 سنة ولا أكثر، أكثر من 30 سنة. أتذكر العفو الشامل الذي أصدره الشاذلي بن جديد، وكل الذين كانوا ينشطون في الخارج ومعارضون في الخارج ومحرومون من الوطن دخلوا، كبن بلة، كعيد حمد، وكانت هناك حركة قوية جدا سياسية. وهذا إذا قارنت هذه الخطوة، خطوة تاع الجزائر الجديدة، بتلك الخطوة التاريخية، فأقول أن هذه الخطوة ما زالت ضئيلة جدا، وما زالت لم ترقى إلى مستوى أن يكون هناك حراك فعلي سياسي.
على ذكر ذكرت أية حمد طبعا أحد قادة الثورة التحريرية والحركة الوطنية التي سبقت حتى تفجير فاتح من نوفمبر والثورة التحريرية، كان مع ابن بلة الذين كانوا في المنظمة الخاصة أصلا التي كان لها عبدت الطريق إلى الفاتح من نوفمبر 54. نسمع أية حمد وما يقوله ونحن في هذه الذكرى. أن الجزائر حصلت على استقلالها وإنما ما شيدتش الدولة المنتظرة، الدولة التي وعدنا بها الشعب الجزائر أول نوفمبر 54 عندما نادينا الشعب للكفاح التحريري ووضحنا الأهداف، ألا وهي تأسيس جمهورية ديمقراطية اجتماعية في إطار احترام مبادئ الإسلام. ولكن ظهر بعد 40 سنة أن لم تكن في الجزائر دولة، وإنما هناك زمرة من الجنرالات العسكريين والمخابرات هما اللي ماسكين زمام الأمور في الخفاء بدون ما يأخذوا مسؤوليات، بدون ما يعطوا حساب. طبعا إلينا الآن من وهران دكتور شيخ بوشيخ تاريخ، أستاذ دكتور شيخ بوشيخي، كنت تسمع أية حمد أحد قادة الثورة وكان يتحدث عن أهداف الثورة وأنه لم تتحقق الدولة التي طمح إليها وكانت أهداف ثورة نوفمبر، وكنت تسمع معنا وحديثه عن من يسيطر في الحقيقة على هذه الدولة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام طيب الجميع. للأسف الشديد أنه منذ اتصال بي وكان عزوفات موسيقية حتى سمعت صوتك، يعني ما لم أستمع. يبدو أن هناك إشكال تقني. طيب، إذن توري أن حسين أية حمد رحمه الله، كنت تابعت يعني طلعت بعض مواقف الرجل وهي لا غبار عليها كطوري كوطني، ونحن في احتفالات بهذه الذكرى الكبيرة. والحقيقة كما أقول دائما يعني بكل بساطة ووضوح أن الرجل بعد خروجه من مصر كأسير حرب مع إخوانه بن بلة وخيدر وضياف آخره، والتحق بالجماعة وتم تأسيس الحزب وتأسيس أول مكتب سياسي لحزب التحرير، وكان عضو فيه بالإضافة إلى زملائه، وهم الذين أشرفوا على تلك المرحلة 62 وعلى تأسيس الانتخابات التي أفضت إلى المجلس التأسيسي الذي كان فيه يعني أية حمد كان مترشح الأخيرية في تلك الفترة. الآن هل هو يتحدث على ما بعد ذلك؟ أنا أعتقد بأن الجزائر مرت بمراحل فيها السيء وفيها الطيب، شديد لا وجود لشيء، يعني 62 إلى نوفمبر 24 كله إيجابي أو سلبي، هذا غير معقول. هذا في اعتقادي، وإن كنت أفضل لو نتكلم عن المناسبة، لأنه هذا واجب علينا كأبناء لهؤلاء العظماء، وهم بشر يعني لا ملائكة ولا شياطين، هم بشر. ولكن خير البشر في اعتقادي في هذا العصر بالنسبة للتاريخ الجزائري، ورحم الله الشهداء جميعا، يعني كان بدي أننا نتحدث ولو قليلا على أبائنا وقضياتهم وبعض الأشياء التي يمكن أن نستفيد منها. هذا هو يعني فهمي، إذا لأنه لم أكن في الاستماع إلى البرنامج يعني منذ البداية، ربما كانت أشياء قد طرحت من قبل لا أدري. لا لا لا، نعم لقد طرحنا طبعا، توقفنا عند التاريخ، توقفنا عند
بين أول نوفمبر وفي ذكرى 70 طبعا واستحضار تضحيات الشهداء وواقع الجزائر، يعني أسئلة الحاضر الماضي التليد والمجيد، وبالنسبة لكثيرين يرون ربما الحاضر البعيد عن أهداف وعن أمجاد ثورة نوفمبر. هو صديقي الأستاذ طالب يعني جمال الدين كما أقول دائما يعني لكل مقام مقال، يعني أنا أعتقد بأن من قبائنا علينا أن نخصص ساعة أو حصة في العام، يعني هذا أبسط الأشياء وأقل شيء، يعني قدموا أرواحهم قدموا لهم وشبابهم. أنا لست ضد أن أي جزائري على علاقته مع الوزير أو الرئيس أو البلدية، هذا شيء عادي طبيعي، لكن علاقتنا الذي يجمعني بك أو بغيرك يعني أو يجمعك بي وهذا التاريخ هذا السند الذي جعلنا كأبناء وطن وإلا يجمعنا، فتصوري أن لكل مقام مقال. وأنا أعتقد بأنه يعني لما نتحدث نحن الآن على السياسة وكأننا نقول بأن بسبب هذه الثورة نحن فيما يعتقد بعض بأننا في فشل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والثورة على كل حال أول نوفمبر كانت شيء كبير جدا وقد قاموا بواجبهم، الآن علينا نحن أن نقوم بواجبنا وفقط، يعني لكل جيل رجال ولكل رجال قضايا، يعني ما لا أرى أنا يعني هذا الربط مستمر ما بين 62 وما بين بعض الفشل أو بعض النجاحات، هذا غير معقول، يعني كأني أقول أن الصحابة لماذا كانوا ولماذا جاءت النبوة، يعني والإسلام الآن هو فاشل يعني. طيب بالعكس يعني ربما نسمع دكتور العربي فرحاتي زميلك الأستاذ الجامعي، ما رأيك فيما يطرحه دكتور الشيخ بوشيخي دكتور العربي فرحاتي، وأنت كنت تطرح تقول بالعكس أنه أهداف كبيرة لثورة نوفمبر وتطرح أسئلة عن الواقع وعن ما لم يتحقق في هذه الجزائر الجديدة؟ والله لم أسمع الأستاذ ماذا طرح، يعني هو دكتور شيخ بوشيخي باختصار يقول بأنه هي فرصة للاحتفال، وطبعا هناك ليس هناك إنجازات وهناك إخفاقات، ولكن لا يجب مساءلة يعني مآلات الوضع حسب ما فهمت، بأنه كأننا الذي يطرح هكذا تساؤلات كأنه يشكك لماذا أيضا وقعت هذه الثورة أصلا. يعني والله سؤال وجيه، ولكن نوفمبر ثبت المآلات، أين تتجه الجزائر؟ ثبتها في بيان نوفمبر، وقال بيان نوفمبر أنه لا بد من بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. نسأل أنفسنا عن هذا الهدف هل تحقق أم لا، إذا كنا وفيين أوفياء لبيان نوفمبر. يجب علينا أن نسأل أنفسنا بعد 70 سنة بعد 70 سنة من هذا البيان هذا، هل تحقق فعلا هذا المبدأ أم لم يتحقق، وهل سار الاستقلال في اتجاه بيان نوفمبر أم لم يكون في اتجاه نوفمبر واتخذ اتجاهات أخرى. علينا أن نسأل. كنت تمنيت البارحة الجمعة وهو موعد لنوفمبر أول نوفمبر للكلام عن أول نوفمبر، لا يحدثنا عن إنجازات المجاهدين وبطولات المجاهدين وكيف ضحى الشعب الجزائري وظلم فرنسا الكثير. كنت أتمنى أن يعرف هذا الجيل بيان نوفمبر وماذا طرح بيان نوفمبر، وهل تحقق بيان نوفمبر وماذا تحقق منه وما الذي ما زال لم يتحقق منه، وكيف علينا أن نحقق هذا الذي بقي لم يتحقق،
وهذه هي الأسئلة الجوهرية التي نسألها الآن. هذه طبعا أسئلة جوهرية، لو سمحت لي الدكتور العربي فرحاتي، سأعود طبعا للأستاذ الشيخ بوشيخي، ولكن انضم إلينا من باريس الكاتب والمؤرخ الأستاذ صادق سلام. أستاذ صادق سلام، طبعا توقف هذه الذكرى وفي سياق هذه الذكرى قبل أيام فقط من الذكرى 70 لاندلاع ثورة نوفمبر، أحد قادة الثورة التحريرية، قائد الولاية الأولى حتى في مرحلة، العربي زبيري، توفي. نتابع التلفزيون الجزائري وهذه الوقفة مع رحيل أحد قادة الثورة التحريرية وأحد الشخصيات البارزة في الجزائر ما بعد الاستقلال، المجاهد العربي زبيري رحمه الله، رحمه الله عليه. هو آخر عقداء الثورة التحريرية وقادة الولايات التاريخية، أحد أبطال الجبال، من الذين وقفوا في وجه الاستعمار إلى غاية آخر لحظة من الكفاح المسلح. طاهر زبيري ولد العام 1929 بأم العظام دائرة صدراتا سقارس، وفي سن مبكرة بدأ العمل في مناجم الونزة، ودخل النضال السياسي في حزب حركة انتصار الحرية الديمقراطية فالمنظمة الخاصة لوس. كان من بين الذين أداروا المعارك الأولى لجيش التحرير الوطني عند تفجير الثورة في منطقة قالمة رفقة باجي مختار. ألقي عليه القبض عام 55 وحكم عليه بالإعدام، وفي عملية بطولية رفقة الشهيد مصطفى بن بلعيد تمكن من تدبير عملية الفرار الأسطورية من سجن الكودية، ليعود إلى ميدان المعارك متقلدا العديد من المسؤوليات الثورية. كان من بين قادة القاعدة الشرقية وعضو في المجلس الوطني للثورة، وتمكن من اجتياح خطي شال وموريس ليتولى قيادة الولاية التاريخية الأولى من 1960 إلى غاية الاستقلال، وكان صاحب الخطة التي وضعت للضغط على الجيش الفرنسي في قضية الجنود الأسرى الفرنسيين، وأدار الملف بحنكة كبيرة مثل ما يظهر في هذه الصور لستيفان لابودوفيتش. بعد الاستقلال واصل مسيرته في صفوف المؤسسة العسكرية كقائد للناحية الخامسة وأكاديمية شرشال، ليصبح قائد أركان للجيش الوطني الشعبي في أكتوبر 1963، ليبتعد عن الحياة السياسية بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر منتصف الستينات وخلافه مع القيادة السياسية أنذاك، ليعود مطلع الألفينات كعضو في مجلس الأمة. سطاهر بقي وفيا لمبادئه وأفكاره ومسيرته التي دونها في مذكراته بعنوان آخر قادة الأوراس. رحل سطاهر وبقي الأثر، وشاءت الأقدار أن يكتمل تعداد العقداء في العالم الآخر عشية الذكرى 70 لاندراع الثورة المجيدة. إذن رحمة الله على الطاهر زبيري رحمة الله عليه، وأكد الطاهر زبيري رحمة الله عليه. وللأسف كان المفروض أن يكون معنا الدكتور أو الأستاذ صادق سلام، ولكنه مرة أخرى انقطع الاتصال معه الكاتب والمؤرخ من باريس، وصعوبة الاتصال معه. دكتور شيخ بوشيخي انقطع الاتصال ولكنه عاد. دكتور شيخ بوشيخي، سمعت ما قاله دكتور العربي فرحاتي، ما رأيك؟ وربما قد نضيف النقاش، يعني هناك من يقول أنه أيضا يجب مناقشة التاريخ ودروسه. كنا نتابع هذا الفيديو في التلفزيون الجزائري عن الرحيل آخر عقداء ثورة تحريرية، الطاهر زبيري رحمة الله عليه، أحد قادة الثورة التحريرية. هذا التقرير يغفل، بالعكس يعتم على مرحلة يقول الخلافات في منتصف الستينات، مع أنه طاهر زبيري كان مع أبو مدين لعب دورا في ترجيح كفة جماعة وجدة للسيطرة على الحكم على حساب الحكومة المؤقتة، ثم لعب دورا في الانقلاب على بنبلة مع أبو مدين في 65، وهو الذي اعتقل بنبلة، ثم عاد وحاول الانقلاب على بنبلة على أبو مدين بالأحرى في 67، وفشل ذلك، فشلت المحاولة واضطر الفرار إلى خارج البلاد، وعاد بعد وفاة أبو مدين. هذه أسئلة أليست مشروعة طرحها؟ وسمعت ربما أيضا رؤية دكتور العربي حربي فرحاتي وكثيرين على ما طرحته أنت شخصيا. هو لا يوجد أي خلاف
يعني الأستاذ المحترم تحدث بأشياء يعني واضحة ويمكن أن تطرح ولابد أن تطرح هي وغيرها. كل ما في الأمر أستاذنا الفاضل طالب هو مثل ما قلت لكل مقام المقال، يعني نحن كبشر وكوطنيين وكلنا حضارة عربية إسلامية والقيم الإنسانية. لما تحدث على الطاهر الزبيري مجاهد العقيد فرصة حتى أن ترحم عليه ونقدم تعازي لأسرته، هناك يعني أذكر موتاكم بمنظرين حسينيهم على الأقل في 3 أيام 4. المسألة توقيت أستاذ طالب، لما تكلمني الآن أنا وأنا ماشي العرس ونقول للناس لا يعدم لاجر في جدكم اللي توفى هذه 10 سنين هذا لا يعقل، يعني أو في جنازة نقول مبروك عليكم زواج عبنتكم العام اللي فات. هي المسألة توقيت فقط، يعني الرجل راح اليوم أعتقد ما راحش تكلموا بأنه تسببه وإلى آخره، وأنا كنت متسبة نسلم من حي الكوماندان عمار ملاح الله يذكره بالخير، واللي كان هو قائد المدير التنفيذي للعمليات اللي راك تشير لها في ديسمبر 67 إلى آخره. ولنا ما نقول في هذا ومذكرة الرجل الكبيرة، ولكن هو دكتور العربي فرحة دكتور معذرة دكتور الشيخ بوشيخ، يعني ليس تعلم الدروس مما حدث، يعني أنه تلفزيون جزائري يعتم على مسار الرجل. طبعا احنا ذكرنا مناقب الرجل وترحمنا عليه، ولكن أليس ما حدث مع طاهر زبيري ومع أبو مدير ومع ببلة وآية أحمد وقادة الثورة التحريرية، يعني هناك دروس يتم التعلم منها، وبالعكس أنه ربما الجزائر لم تتعلم مسألة الشرعية والانقلابات والصراعات الداخلية استمرت وما زالت حتى بعد 70 بعد لنقول بعد الاستقلال 62 سنة من الاستقلال ما زالت، يعني ألم يكن بالأحرى تعلم الدروس من حينها؟ يعني دكتور الشيخ بوشيخي أكيد أن هذا نعم تفضل. أنا أعتقد بأن الوقت واضح، وأنا أقترع عليك يعني وحتى مع الأستاذ فاضل نخصوا حصص بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة نتكلم على الاستقرار وعلى كل هذه الأشياء، لكن مثل ما قلت لكل مقام المقال أنا لا أستطيع يعني بحكم تنشئتي وتربيتي كنت والأستاذ كجزائريين أننا في يوم احتفال بمليون ونصف مليون شيء، يعني على الأقل نتكلم عليهم لأنهم هم الأصل في هذه المناسبة، يعني نتكلم على القاء ممكن وقف الثورة على أجد على ذكرى غريبة لا خص الساعة في العام لا بهذا الشكل، يعني بإمكاننا وأنا مستعد أننا طيب للأسف بعد للأسف دكتور شيخ بوشيخي للأسف الشديد الوقت الصوت يتقطع بالأحرى، يعني وحتى الوقت للأسف يضغط علينا لم نكن نسمعك، ولكن فهمت من الفكرة أنه أستاذ دكتور العربي فرحاتي الأستاذ دكتور شيخ بوشيخي يقول بأنه يعني هي ذكرى يعني ليست مناسبة فقط لطرح يعني أسئلة ربما الجانب الذي يجب مناقشته، إنما هي فرصة لاستذكار هذه المناسبة وليس بالضرورة للوم أو طرح أي أسئلة عن أي مآلات لم تكن في اتجاه أهداف هذه الثورة. في الحقيقة أن في لحظات كما يريد أن يقول الأستاذ في لحظات الموت لا يجب علينا أن ننتقد أو نلوم الشخصيات التاريخية، ولكن نحن نتكلم عن التاريخ وهذا تاريخ للجزائر وهذا تاريخ مشترك للشعب الجزائري، ولا بد للجزائري أن يعرف هذا التاريخ ويعرف وأن الحديث عن رحمة الله عليه طاهر زبير كباقي
الذين لهم باع في هذا التاريخ علينا، وهو شخصية معنوية ولا نقصده هو، ولكن نقصد دائما التاريخ وننتقد التاريخ. وطاهر الزبير انتقد في حياته كما ينتقد الآن بعد وفاته، وهذا النقد هو الذي يطورنا، هو الذي يجعلنا أن نتعلم من دروس التاريخ، هو الذي يجعلنا أن نكون مدارس لتاريخنا ونتعلم من عباره، وهذا هو التاريخ. لا بد لنا من هل من عبر التاريخ. طبعا سؤال الشرعية مازال مستمر في الجزائر، جزائر جديدة، جزائر استعراضات، يعني أليست أسئلة مشروعة؟ يعني أنت تقول هذه مشروعة، بالعكس وفي صالح الجزائر وثورتها أن يتم التقويم لتعلم الدروس. لا يمكن لأي أمة أن تتقدم بدون كلمة لا، وبدون كلمة وبدون نقد. طيب. لا بد لنا، لأن هذا البشر معرض للخطأ دائما ويصحح في كل مرة خطأه، وبالتالي فنحن عندما ننتقد هذه الاحتفالات انتقدناها على أساس أن 70 سنة، بماذا نحتفل؟ نحتفل بعرض منتجات غيرنا ونقيم هذا الإشهار لإنتاج غيرنا. هذا نقد. هذه الأسئلة، هذه الأسئلة. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور العربي فرحاتي الأكاديمي، كنت معنا من باتنا. للأسف الخط لم يكن جيدا مع الدكتور شيخ بوشيخي، على كل نشكره جزيل الشكر. أستاذ التاريخ كان معنا من وهران، وللأسف لم نوفق في الوصول لصعوبات تقنية، والهاتف من المصدر مع الأستاذ السادق سلام الكاتب والمؤرخ من باريس. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، مشاهدين الكرام، على حسن المتابعة. رحم الله شهداء الكرام في هذه المناسبة العظيمة، ومني ومن كل الفريق أجمل التحايا، وإلى اللقاء.